فهون علي، اعمل الخير واخلص النية واصلح العمل واقبل على الله واجتهد في الطلب ولا تلتفت الى شيء. ان كنت من اهل التقدم قدمك، وان كنت من اهل التأخر لن يقدمك احد. ان كنت من اهل العلو علاك، وان كنت من اهل التسفل فلن يعليك احد. ان كنت من اهل العطاء اعطاك، وان كنت من اهل الحرمان فلن يجدي فيك نفاق ولا رياء ولا حب جاه ولا حب سمعة من اجل ان يقدم. هون علي، انت تحاول في امر قد فرغ منه. والله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الاشياء. فكتب القلم مقادير الاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، فهو امر قد فرغ منه. فهون عليك، اخلص. فالخلاص في الاخلاص، الخلاص في الاخلاص، وانما يتعثر من لم يخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص، واجرنا من الرياء والنفاق وحب الجاه وحب السمعة.